السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول، أحد قيادي الميليشيات السابقين يفضح قادة ميليشيات الحشد ويتحدث عن التعذيب الذي تعرض له على أيديهم. وفي العنوان الثاني، مظاهرات في محافظات عراقية جنوبية للمطالبة بالخدمات، والقوات الحكومية تعتقل العشرات. وفي عنواننا الثالث، استمرار تلوث المياه في محافظة البصرة وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان في المحافظة جراء التلوث. وفي آخر العناوين، في مقارنة تفضح الفساد في العراق، واقع متردد للعراقيين ومساكن نموذجية في النجف للأجانب. أهلا بكم. اتهم سلوان موميكا، وهو أحد قيادي الحشد سابقا، اتهم ريان الكلداني ووعد قدو قائدي ميليشيات في العراق بتعذيبه وكذلك قتل عدد من الشباب السنة في منطقة النمرود في محافظة نينوى. كذلك قال إنه من كان يشرف على التحقيق والتعذيب هو أبو مهدي المهندس، وبحضور عدد من القادة الإيرانيين. فلنستمع. وعط القدو أبو جعفر الشبكي، قائد ميليشيات 30 الحشد الشعبي الشبكي. ريان الكلداني، قائد لواء 50 البابليون. طبعا أنتم مهما طلعتوا قدام الشاشات، قدام الشعب الشاشات الشرقية وغيرها والتلفزيون العراقي، وطلعتوا استنكرتوا إدراج اسمكم بلائحة الإرهاب من قبل الخزانة الأمريكية، هذا الشيء ما راح ينفعكم شيء بالتأكيد، لان انتو الناس اللي قدمت هالوثائق، احنا واحد من الناس اللي قدمنا هذه الوثائق عليكم، انتهاكات حقوق الانسان اللي سويتوها، اجرام اللي سويتوه انتو بحق المواطنين الابرياء العراقيين، ما حد سواه. يعني طبعا بمعرفة الحكومة، يعني بادراك الحكومة العراقية صار كل هالاجرام، يعني الحكومة العراقية هي غطاء القانوني لكم لهذه الميليشيات. طبعا هذه رسالة لكم، نقول لكم راح نبقى نلاحقكم، واخاف انت ناسي انه انت يوم كنت انا معتقل عندكم بلاحيه نمرود، كنت بصفتي رئيس حزب انا ذاك، اعتقلتوني وخطفتوني من مقري، وتعرضت لابشع انواع التعذيب من قبل لواء الشبكي وبحضور قاده ايرانيين كانوا يتكلمون اللغه الايرانيه، وانت كنت حاضر وريان كان حاضر وابو مهدي مهندس كان حاضر. لكن انتو اجرامكم اللي سويتوه، اذكرك خاف ناسي، من عدمتو 13 عربي مسلم سني كان معتقل، وناس ابرياء، شباب ابرياء معتقلين محجوزين بالغرفة اللي كانت يمي بصف المعتقل اللي يعني كنت بيه بناحية نمروز سهل نينوى، 13 عربي مسلم اخذتوهم الصبح عدمتوهم واختفوا. وثاني يوم من طلعت انا حتى استلم الاكل مالتي وادخل غرفتي، كنت بوحدي بالغرفه، والغرفه اللي يمي حاطين بها اكثر من 60 عربي مسلم، شاب عربي مسلم سني معتقل، ابرياء معتقلين تهمه الارهاب، هم ما عدوا ميشي ويخلوهم يعترفون تحت التعذيب. ننتقل الى موضوع اخر. انطلقت تظاهرات في قضاء المدحتيه في محافظه بابل للمطالبه بتوفير الخدمات، وقامت القوات الحكومية بالرد على هذه التظاهرات واعتقلت العشرات منهم من الشباب المتظاهرين تحديدا بحجة عدم وجود ترخيص للمظاهرة. فلنشاهد. نبقى في هذا الإطار في مظاهرات أخرى مستمرة في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، منذ يومين تطالب بحقوق القضاء من خدمات بلدية وصحية وتعليمية، وتطالب بمحاسبة الفاسدين. فلنشاهد. Thank you.
بانتقال إلى موضوع آخر، وثق مواطن من محافظة ذي قار تصريف مياه المجاري والصرف الصحي إلى نهر الغراف مباشرة في قضاء الشطرة، مما تسبب بإصابة الأهالي بأمراض كثيرة وارتفاع نسب مرض السرطان في المحافظة. فنشاهد. هاي السلام عليكم. شوف أخواننا، هاي المجاري على نهر الغراف في الشطرة، هذا الشاطئ الرئيسي. هاي المجاري ويقول لك ليش يصير امراض سرطانيه. شوفوا هاي رساله للاعلام. البيئه طبعا حاكيته مدير البيئه يقول ماكو هيك حكي. وهاي المجاري شوفوها وين وكثره الامراض السرطانيه. وهذا الحال، هذا حال. شوفوا هذا الحال. هاي رساله للاعلام، رساله كل شريف انه يشارك يخلي يصير لنا حل. معودين العالم ماتت والله، حتى هذا الناس اكو تشرب قبل من عنده. والله العظيم ماكو تصفيه، ماكو كلور. هاي رساله للمجالس المحافظه، للمحافظ، للبلديه، للقيم مقام. عمي شوفوا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. انتم مسؤولين اليوم. الله سبحانه وتعالى حاسبكم على السكوت هذا، على الظلم هذا، على الخيسه هاي. سرطان ترست 4000 حاله سرطان بس بالناصريه غير المعلن عنها. وفي اثبات لعدم وجود تصفيه وتنقيه للمياه في محافظه البصره وما تعانيه من تلوث للمياه، قام مواطن طبعا مواطن انقطع عنه الماء فجأة، وعندما قام بفك أنابيب المياه وجد سمكة قادمة مع ماء الإسالة وتسببت بغلق الأنبوب، سمكة تصل إلى البيوت. السؤال هو أين التصفية والتنقية إذا ما ستشاهدونه الآن هو حدث بالفعل، سمكة دخلت بالأنابيب وأغلقتها، فماذا إذا عن باقي الشوائب والملوثات التي تصل إلى منازل المدنيين دون تصفية وتنقية؟ فنشاهد. السلام عليكم شباب. اليوم محافظة البصرة منطقة الحيانية، من الصبح عندنا مقطوع الماي. لما نفتح الماي الماطور والقايس يمشي يشهد الله ورسوله. والله العلي العظيم شوفها، فتحتي لقيت هاي السمكي. صلاة على محمد وآل محمد. اليوم نتغدى بيها. هاي اليوم محافظة البصرة، نعم الحمد لله والشكر جانا قد. بانتقال إلى موضوع آخر، سوق قضاء الهارثة شمال البصرة غرق بسبب طفح مياه المجاري والصرف الصحي. ما ستشاهدونه الآن هي منطقة في واحدة من أغنى محافظات العراق. فنشاهد. أخوان السلام عليكم. نحن الآن في ناحية قرمة علي وقضاء قرمة علي، جاي يشوفون السوق. طبعا هذا مال قضاء قرمة علي. شوفوا شلون فايض، شوف العالم شلون تعبر ببلوك. شوفوا العالم ما يقدر تعبر، وهذا تقريبا صار له اكثر من اسبوع. شوفوا هذا السوق كله طبعا فايض، كل السوق من بدايته لنهايته، فالعالم حتى ما تقدر. وين المرة؟ هاي محافظة البصرة، المحافظة اللي تنتج أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا، و85% من موازنة العراقية من البصرة. شوف وضع البصرة، هذا سوق قضاء الهارثة. وهاي القطع اللي مكتوبة، شوف برعاية أسعد العيداني محافظ البصرة، اللي ما قدم في أبناء البصرة أي شيء لمحافظة البصرة. شوف المعاناة مالت العالم. شوف هذا السوق كله. ما شاهدتموه الآن هم عراقيون، أو من شاهدتموهم هم عراقيون يعيشون في واحدة من أغنى محافظات العراق. سيطرح سؤال ربما من مشاهد عربي أو غربي، إذا كان العراقي يعاني بهذه الطريقة وبهذا الشكل، فماذا إذن عن المواطن الأجنبي؟ دعونا نريكم كيف يعيش المواطن الأجنبي، خاصة طلبة الحوزة.
يعيش المعممون القادمون من باكستان وإيران ودول أخرى في حوزة النجف حياة مختلفة تماماً عما يعيشه العراقيون. تتمتع المنطقة التي ستشاهدونها الآن بامتيازات مختلفة ونظافة وهدوء وبناء فخم، وتتوفر فيها جميع الخدمات عكس ما تلاقيه في باقي مناطق العراق. فلنشاهد. هذا مجمع دور الحوزة، من أرقى المجمعات السكنية في مدينة النجف، والمنطقة هي عبارة عن منطقة نموذجية اللي هي منطقة دور الحوزة، منطقة نموذجية وبيوت وتصاميم من أروع التصاميم. هاي انطوها فقط للشيخ، للمعممين بصورة عامة. هذه المنطقة فقط للمعممين. اليوم هيك حبيت أصور لكم المنطقة وجمال المنطقة وتصاميم البناء بصورة عامة. شوفوها شو وقت يصير للمواطن العراقي بيت كهذا البيت، شو وقت المواطن العراقي يملك بيت مثل ما المعمم اليوم يملك هذا البيت. أنا مو ضد المعمم، لا ضد المعمم ولا ضد المعممين. أنا أقول إن شو وقت يصير المواطن العراقي يملك مثل هذا البيت، المواطن الفقير، المواطن اللي يضحى بنفسه، اللي يضحى بأخوته، اللي يضحوا بآبائهم. شوف المنطقة وشوف التصاميم، هاي المنطقة وهاي التصاميم، وممنوع، هي ممنوع واحد يصور بيها. الحلو بهاي المنطقة ممنوع واحد يصور بيها، خايفين على أنفسهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تداول ناشطون صورا لأرضية ملعب النجف التي جفت بسبب عدم سقيها، بعدما قامت دائرة ماء النجف بقطع المياه عن الملعب لعدم تسديد القائمين على الملعب مستحقات الماء منذ 6 أشهر. دعونا في البداية نشاهد الصورة التي توضح افتتاح الملعب منذ البداية. هذه الصورة الأولى للملعب في أوائل افتتاحه. هذه الصور بعد أن دارت عليه الأيام، وكما تشاهدون هذا الإهمال الواضح الذي يعكس مدى الفساد والإهمال الموجود في العراق. قطاع الرياضة قطاع مهم للغاية، وهذه هي الأرضية التي تمارس عليها لعبة كرة القدم. طبعا لا يمكن القاء اللوم فقط على السلطة باعتبارها هي الجزء المسؤول، لكن كذلك على من لم يقم بتسديد ما عليه من مستحقات إن وجدت. طبعا هذا وفق الرواية التي نشرت بهذا الشكل على الصور التي جاءت على موقع فيسبوك. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. مهدي يقول: أين تذهب إيرادات الملعب من مباراة واحدة؟ يستطيعون تسديد ما عليهم من ديون. وفي تعليق آخر لؤي يقول: مشكلة بالعراق، ماكو خدمات ورقابة، بعد استلام المشاريع فقط إهمال وعدم متابعة. وضمن تعليقات كذلك طائر الجنوب يقول: خلي ينتظرون الشتاء قادم وأمطار خير إن شاء الله حسب التنبؤات. ينتظر طائر الجنوب أن تسقى أرضية ملعب النجف من مياه الأمطار. أبو ليث يقول: لا مبالاة ولا حساب ولا ضمير يتحرك، وهدر للمال العام وعدم حرص. هكذا عكست صورة ملعب النجف. ضمن التعليقات كذلك محمد يقول: لازم نطلع مظاهرة ونشوف منو السبب اللي وصل أرضية الملعب لهيجي مرحلة. وفي آخر التعليقات لدينا مشاهدينا الكرام بهذا الخصوص، ميثم يقول: الملعب ما كامل وافتتاحه كان سياسي وهالشيء واضح،
وبما أنه انترك وبقى بس تعال كمل مباراتك وروح، أمر طبيعي يصير باللي صار. كثير من المشاريع التي افتتحت أو إن كانت هناك مشاريع افتتحت لأغراض سياسية، مجرد تصوير وسائل إعلام، كما في المدينة الرياضية في البصرة، والفضيحة التي صاحبت افتتاح المدينة الرياضية بزمن نور المالكي بسبب الإنشاء السيء، مما أدى إلى مقتل عامل هندي وقتها سقط من على المدرجات نتيجة الفراغات الموجودة في الأرضية. فضائح كثيرة تتزامن مع أي خطوة تخطي نحوها السلطة الحاكمة كانت هذه الحكومة أو من سبقتها، لتفضح حجم الفساد ولتفضح الإهمال الموجود الذي لا يدل إلا على فساد سلطة حاكمة وفساد عقلية وسرقات بالجملة موجودة في العراق. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مجزرة الهدم، طبعا العملية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في هدم منازل مدنيين فلسطينيين من أجل إنشاء مستوطنات مكانها في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. طبعا نعرض لحضراتكم الآن جزءا من التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. مجزرة الهدم، رضوان يقول: القدس تشهد الآن أكبر عملية هدم في تاريخها منذ عام 67. ما يجري في القدس مجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الاحتلال يهدم 100 شقة سكنية ويقتل أحلام واستقرار مئات الفلسطينيين في بلدة صور باهر. في تغريدة أخرى، إبراهيم يقول: تخيل أن تشقى دهرا في بناء منزل لعائلتك بترخيص كامل من سلطات بلادك، ثم يأتي محتل بقرار هدم جائر لما بنيت. وتغريدة أخرى، خالد يقول: جن جنون الصهاينة اليهود وأذنابهم بعد فشل صفقة القرن وأحداث مجزرة الهدم، المنازل في القدس أكبر دليل على ذلك. وفي آخر التغريدات لدينا مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع، أحمد يقول: مجزرة الهدم جريمة بحق الإنسانية وصمت دولي وعربي، لهذا الحد وصلنا. غضب عربي كبير على مستوى الشعوب مما يحدث الآن في فلسطين من تطبيع ومن انتهاكات متتالية يقوم بها الصهاينة، وكذلك ما يسمى بصفقة القرن، وما الذي قد تحمله في ثناياها هذه الصفقة المزعومة التي واضح من ملامحها البدائية أنها ربما قد تقسم الكثير من المناطق وربما قد تجزئ. يعني هناك مخططات كبيرة، هناك تخوف عربي على مستوى الشعب نتيجة للتقاعس على مستوى الحكام. مشاهدينا الكرام، نراكم بعد قليل. أهلا بكم. وضعت دراسة لقياس مدى أمانة الناس في هذا العام في 40 دولة حول العالم، يعني طريقة لطيفة من أجل أن يتم دراسة ما هي طبيعة النفوس التي يحملها البشر الآن، على الأقل كنموذج بسيط ربما لكنه قد ينعكس على كثير من البشر حول العالم. دعونا نشاهد ما هي هذه الطريقة.
حاضنات الأعمال وفق دراسات ساهمت في تنمية الكثير من المشاريع المحلية والدولية. دعونا نتعرف عن ما هي هذه الحاضنات فنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.